حين انتزع إيمانويل ماكرون ولاية رئاسية ثانية، تنفس مهاجرو فرنسا الصعداء. فالرجل لا يعاديهم صراحة باعتبارهم تهديداً أمنياً وديمغرافياً، سيغير الهوية السياسية واللغوية والثقافية في البلاد كما يراهم اليمين المتطرف. لكن ماكرون يسعى في اختبارات الولاية الثانية إلى الموازنة بين ضغوطات اليمين الذي منحت معطيات عدة مؤخراً زخماً لنزعته المتعصبة بشأن ملف الهجرة، وبين تلبية احتياجات البلاد من المهاجرين في قطاعات عدة لا تقوم لها قائمة من دونهم. فانصرفت حكومته في إعداد مشروع قانون تقول إنه يجمع بين الحزم والإنسانية، على أن تتم مناقشته في البرلمان في الربيع المقبل. يسعى ماكرون إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة وتحسين الدمج وتشجيع هجرة العمالة ذات المهارات المطلوبة، كما يقترح أن يخطر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بشكل تلقائي أي شخص يتم رفض طلبه للجوء، بينما حالياً لا يمكن إخطار الشخص بهذا الإجراء إلا عندما تصدر المحكمة الوطنية للجوء قراراً نهائياً بشأن الاستئناف. وبدلاً عن 3 قضاة يعملون بشكل جماعي، يقترح المشروع استخدام قاض واحد في معظم حالات الاستئناف، وهو ما حرك المخاوف من أن تزيد معاناة المهاجرين من طالبي اللجوء أو ممن لا يملكون أوراق خاصة بالهجرة واللجوء. وأكثر ما يثير خشية المنظمات الحقوقية في مشروع ماكرون هو احتمالية أن يؤدي إجراء الإخطار التلقائي إلى عمليات إعادة قسرية غير قانونية.